وافق مجلس النواب البريطاني على مواصلة مناقشة مشروع قانون يجيز الحكومة بدء محادثات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وبعد مناقشات استمرت ليومين وافق 498 نائبا مقابل 114 على السماح لمشروع القانون بالمضي قدما في مراحله التشريعية. وتسعى الحكومة لإقرار القانون الذي يعطيها الحق لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تطلق عملية الخروج من الاتحاد بعدما قضت المحكمة العليا بضرورة الحصول على موافقة مجلس العموم قبل اتخاذ هذه الخطوة.